بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم جدا في وصفة طلبتوها مني كتير قوي وانا نزلت اشتريتها مخصوص عشان اعملها لكم. اللسان، ولما اشتريت اللسان قلت للراجل انا عايزاه سولو بدون اي حاجة معاه. طبعا هو بيبقى سعره يختلف شوية بس انا بحب اجيبه سولو كده. تمام. طيب اول حاجة عايزين نعملها اللسان، عايزين نقشره. هنقشره ازاي؟ تعالوا معايا نشوف حالة المية اللي بتغلي على النار ونقشر فيها اللسان. المية اهي بتغلي خالص، غليان، حصقت فيها اللسان اهو. ممكن افضل ماسكاه بالشوكة كده شوية او سايباه اهو، خلاص اهو، عشان نشوف هنقشره ازاي. يغلي كده غلوة في المية وما يهمكيش من اي حاجة، اي حاجة احنا قدها وقدوها. احنا شلنا اللسان من الحلة بحرف سكينة حامية، هتعملي كده هيتقشر معاكي اهو، شايفة اهو كده القشرة بتطلع اهي بحرف السكينة الحامية. لو حاسة انه لسه مش بيطلع ممكن تحطيه في المية المغلية شوية كمان. خلاص انا هقشره كله وارجع لك تاني بسرعة. زي ما انت شايفة بعد ما بنطلع اللسان من المية المغلية بتبدأي تاخدي الحتت اللي هي سميكة شوية من الجلد وتقشري بايديكي كده بمنتهى البساطة او بحرف سكينة حامية. بس زي ما انت شايفة هو بيتقشر، الحتة المستعصية عليكي اعمليها بحرف السكينة، الحتة السهلة قشريها بايديكي عادي خالص. واي حاجة شايفاها لونها ابيض لازم تتحك شوية بحرف السكينة، وما تسيبيش اللسان الا لما يكون اللحم الاحمر باين منه. يعني انا الحتة اللي اتقشرت دي هحكها برضو بحرف السكينة لحد ما يبقى كله لون واحد اللي هو اللون الاحمر لون اللحم. اللسان زي ما انتي شايفة اهو اتنظف كويس جدا اهو، شايفة اتغسل من كل الاتجاهات اهو. طبعا هو انا لقيته مقطوع كده مثلا قطعته، الراجل طبعا الله يسامحه ماشي يا محمد، محمد ده البياع اللي انا جبت منه وهو يدهوني مقطوع، انا لقيته في البيت مقطوع ماشي. طيب هنسلقه ازاي؟ ادي طماطمايه متقشره متقطعه مكعبات، وادي بصلايه، وده ملح وفلفل اسمر وحبهان. طيب هنعمل ايه مع بعض؟ واحده واحده. البصلايه وعليها الملح والفلفل الاسمر، هنمسك البصلايه تدعك كويس جدا لحد ما تحسي انها جابت الميه اللي فيها. بصي ايديكي تبقى اتبلت، وبعدين هتحطي عليها القوطة. وبينا على الحلة، ادي حلة المية اللي بتغلي اهي، هحط فيها الحاجات دي اهو كده، وبعدين نسقط اللسان كويس. نغطي الحلة، هو بياخد ساعة، بياخد ساعة بس كده. ادي اللسان يا جماعة اهو بعد ما استوى، وطبعا انا عرفت ازاي انه استوى، هو اخد ساعة وعشر دقايق على النار وغرست فيه الشوكة، يعني دخلت زي ما انتم شايفين كده، هو كده تقريبا مسلوق خلاص. هو اللسان بيتعمل بطريقتين، اما مسلوق ومحمر اما زي اللحمة الباردة بالظبط، بس بابا بيحبه مسلوق ومحمر وانا عاملاه عشان خاطره هو، فانا عاملاه له مسلوق ومحمر. تعالى يا محمد هنا على التحمير، معلقة زبدة ومعلقة زيت جوه الطاسة، وهحط اللسان وهغطي عشان الطرطشة. هيتحمر ونقلب اللسان اهو زي ما انتم شايفينه في الصينية اتحمر، هنبدأ نطلعه نقطعه ونقدمه. اللسان على فكرة من الحاجات الحلوة اللي بتتقدم باردة، بيبقى حلو جدا سندوتشات مع المستردة او صوص المايونيز، بيبقى حاجة حلوة جدا.
ادي قطع ترنشات اللسان اهوت مستوي جدا، عايزه اقولك يعني وحاجه طعمه جدا جدا الحقيقه. الساندوتش ده بيتقدم غالي بره، انت ممكن بقى مع صوص المستردة مع اللسان اهو. عايزه اشوفي من جوه اللسان فاتح ازاي على لونه وهو متحمر، مدي زي كريسبي كده من بره لكن من جوه جوسي وطري جدا وكله سوائل. الطريقة دي حلوة جدا للسان، جربيها وان شاء الله هتعجبك، وهتقولي لي في التعليقات عجبتني يا حنونة وعملت اللسان بطريقتك. يلا بتمنى منك تجربيها، واوعي تنسيني في اللايك لو سمحتي، انا بستنى منكم كل كلمة حلوة وبرد عليكم في التعليقات. يلا سيبولي كلمة حلوة وسلام عليكم.